خلاص احنا ما بقيناش بنخاف من ان احنا نقول الحقيقه، صح؟ مش قوي كده. ازاي؟ فيها ايه؟ خايفين من ايه؟ هي ضريبه هنلبسها هنلبسها. لا لا ما تصبر بقى. من هو الرئيس؟ فتشني فتش دلوقتي. اتنيله. مش فاهمه الناس دي بتعمل ايه. تخربوا البلد. الدين مقدس، السياسة متقلبة. امتى الفنان يقول انا مش فاهم ويقرر يقفل بقه؟ فن التسالي. خلاص ما تشتغلش الشغلانة دي، اقعد في بيتك واشتغل حاجة تانية. حضرتك لما بكيت بكيت من اجل مبارك؟ ايوه. يعني احنا عايزين ديكتاتور. حاسس انك واخد وضعك. هو انا حد يقدر يتكلم معايا؟ كل واحد يتحط في مقاسه وفي حجمه. لا، مصر فيها اغنى طبقه في المنطقه وافقر شعب في المنطقه. ما شفناش حاجه بعينينا، احنا متخلفين. هو انت جاي منين؟ بما انه اب واحنا خلعناه او مشيناه هنحاكمه؟ نكون مت. انا ولائي للناس وانت ولائك للسلطه. سيبي بقى الاستاذ وائل يمسك العلم ويسمعنا النشيد الوطني لوحده. سلام عليكم.